بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. الجزء الأول فيما يخص التعرف على بوليصة الشحن البحري. بوليصة الشحن البحري هي سند ويكون تعاقد ما بين الناقل والشاحن، دول بيتعاقدوا على نقل البضاعة من مكان لمكان، من مكان المنشأ بتاع البضاعة إلى مكان الوصول، يعني من بلد المصدر إلى بلد المستورد. وبيكون طرفي التعاقد الأساسيين هما الخط الملاحي بنقول عليه كارير، والمصدر وفي الحالة دي بنطلق عليه اللي هو الشاحن أو الأكتشوال شيبر. طيب ده تعريف بسيط جدا عن بوليصة الشحن. اتنين، بنتكلم عن أهمية بوليصة الشحن. كما هو معروف عند كتير من الناس، لكن بنأكد على إن بوليصة الشحن يعتبر ليها 3 مهام رئيسية. أولا هي تعاقد ما بين الشاحن وما بين الناقل، يعني ما بين المصدر وما بين خط ملاحي، بيكون فيه التزام ما بين الطرفين على إنجاز المهمة الرئيسية وهي نقل البضاعة بسلام وأمان من بلد المصدر إلى بلد المستورد في المواعيد المتفق عليها ما بين الطرفين، ويلتزم كل طرفين أو الطرفين بتوفير الالتزامات ما بين الطرفين، يعني ده بيوفر السفينة وده بيوفر البضاعة، ده بيدفع الأجرة أو النقلون أو الفريت بتاع الشحن، والتالي بيسلم البضاعة سليمة في كما استلمها من المصدر. دي المهمة الرئيسية الأولى. المهمة الثانية هي إن هي بنقول عليها عبارة عن إيصال استلام، إن الخط الملاحي بيثبت إن هو استلم البضاعة من المصدر. المهمة أو الأهمية الثالثة إن هي تعتبر جزء من المستندات الرئيسية اللي بتمثل سند ملكية للبضاعة بالنسبة للمستورد لما توصل البضاعة إلى بلد المقصد أو to the destination, country of destination، يقدر ساعتها إن هو يعمل إيه، يستلم البضاعة بالإضافة لمجموعة من المستندات. دي تجربة للفيديو، هنشوف هو ينفع يطلع أصلا يوتيوب ولا لأ، ونكمل إن شاء الله إذا كان ده متاح. والسلام عليكم.